ولدي طردني من الدار. طرد امه؟ مستحيل. انا شفت الفيديو بعيني يا رن. انا شفته بعينه والحاكم شافه والقضيه بتاعها حكم عليها بالرفض. هاي موجوده عندي شكيت بيه. وقت اللي شافوا الفيديو لقوها هي قتلوا بناتي ابجل منه. هو طرد اخواته على خاطر انا مصي. شهدوا ضدي البنات. علاش شهدوا ضدك؟ ثم قضيه معينه. ثم قضيه معينه. وانت صاحب الحق فيها. وانا صاحب الحق فيها. هذا حسب الوثائق اللي عندك. كل شيء موجود، كل شيء نادين الحاكم وكل شيء موثق وكل شيء عند الحاكم. واضح. القضيه هذه شهدوا ضد خوه، وصل الناس يقولوا لي ندر اخوهم ولا ربيبه ماذا؟ هي جات مع بناتها. ربي يهدي. قد ما قرقنا بها، قد ما عملت لها. وانا عندي دار اخرى زاد برا في الريف. اي دار لي في بولاذياب هذه. كامله. معناها الدار الوحيدة اللي فيها الانترنت، فيها الكليماتيزور، بارتير، الماء غادي ما يقصش من بير، معناها اللي يراها أعجوبة الدار، وهي جات من الدار هذيك، وهي اللي كرت عليا كتبت الولدة عام 2005. عام 2005، يعني بالله لحظة عم الهادي، أنا نحب نسألك سؤال، أمين قديش عمره تو؟ عمره 33 سنة. 36 سنة. 36 سنة. وقتاش عرس؟ عرس عنده 13 سنه. توا داخلين في العام 13. هاي. 2005 امين مازال يقرا. مازال يقرا وكتبت له عن طريق امه، قالت لي اكتب الوالده نتاعو ان شاء الله ربي يفضلها ويفضلك انت. وكتب له وكتبت الدار الاخرى للبنات على خاطر فيلاتهم هما لاباس عليهم. الحمد لله. وما يزيش هذا. اعطيتهم توا هما يشهد ربي وهما يشهد. هما يشهدوا بالحق. كل واحده اعطيتها بايها فلوس وكملت لهم ديارهم. صغارهم يجوا يقراوا كل واحد يدخلوا نعطي مليون. صغارهم قد ما نحب قد ما شريت لها قد ما زيتو. وشفتها الوثيقه؟ هاه الوثيقه الحاكم الديني. هاه الوثيقه نتاعها. هاو باي عملك يا جماعه. هذه الوثيقه باسمها هي ساسيه بن علي. باه هذه تظهر مقلوبه اللي هو عامل هادي. بالله خلينا نوريكم اللي هو عامل هادي. شراء قطعه ارض لزوجته، معناه موش حرمها من حد شيء، حتى من الملك كتب، معناه كتب لصغاره وكتب لولده وزاد كتب لي لها هي.